الله يبارك فيكم ومنورنا. مبروك. عايزه ارجع معاكم للطفوله. أوكي. علشان طبعا انتوا الفانز بتاعكم الجامدين جدا، اكيد في المرحله دي عايزين يكتشفوا، عايزين يعرفوا انتوا كنتوا بتعملوا ايه وانتوا صغنطتين. فنبتدي باتش. ايه في الطفوله بقى بالظبط؟ كنت طفل هادي ولا مشاغب ولا عصبي ولا نرفوز؟ لا كنت طفل شقي. شقي جدا. شقي بس يعني كنت محبوب في الدراسه، شاطر جدا وكده، وشقي. او الطبيعي اللي هو اللي بيتقال اللي هو هو شاطر قوي بس شقي، اللي هو الشقي. العادي اللي بيتقال. لان اكتشفت انه ده بيتقال لكل الناس تقريبا، لكل الاهالي. فاللي كان بيتقال لي انه شقي بس شاطر، بس كنت منتشر فنيا وبعمل الحفله وبقدمها وكل الحاجات اللي في الحاجات الفنيه، في الانشطه الفنيه على مدار الحياه كنت بدوس في المدرسه، وكنت ليدر كده زي ما انت دلوقتي. كنت متهيألي. وكنت بتقول النشيد الوطني زينا؟ تعزف اكسليفون ولا اكورديون؟ لا فرقه المزيكا. كنت بصي بقى، فرقه المزيكا والله ده بجد، فرقه المزيكا كنت ببقى انا برضه مسيطر. مثلا مدرسه المزيكا او مدرس المزيكا مش هو اللي بيختار الفرقه، انت. انا على الدرمز. والله ما بهرج، انا على الدرمز. وبعدين مثلا حد جه النهارده متاخر مثلا، فانا باصص له كده ده يمشي. واو. اقسم بالله ده طفل والمدرس واقف، فاهمه يعني واقف، وانا المتحكم الرئيسي في الفرقه. من يومك منتج صغير. ده حقيقي، في بوادر كده. طب وانت يا فقش؟ انا هادي وعصبي وكل حاجه. انا حاسه ان عندك قصه. قصه؟ كان في قصه في ابتدائي. كان حبيب. حبيب. قصه حب اولى ابتدائي. والله بجد اولى ابتدائي؟ ده انت بدات بدري قوي. واتفصلت واستدعوا لي امر. يا عيني، ليه اللي حصل؟ كنت لسه بتعلمين كتابه. فبالقلم الرصاص وكده، فانا قلت ابقى صايع يعني عشان ابين لها ان انا يعني مخلص. وانت جايب قلم احمر بقى. كتبت لها بقلم احمر؟ ده القلم الاحمر ده بيبقى خطر. ده بتاع المدرسه. بتاع المدرسه. ما اصل الرصاص بيتمسح. وهو قال خليني في الحاجه دي. اللي بيتعلم ليه بس ده؟ ايوه. قلت لها انا احبكي 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 احبكي. انت بتشكل وانت في الحب. وخدتها قطعتها. قالت لي ممكن تكتب لي كمان واحده؟ اكيد كانت مصاحبه. طيب لا مصاحبه، اقول لك اولى ابتدائي. ما انت يعني كنت عايز تصاحبها في اولى ابتدائي، انت كنت عايز تاخدها تروح الجنينه. ما هي هي نذاكر يعني. وبعدين عملت ايه بعد كده؟ عملت ايه؟ قالت لي ايه بقى ممكن كمان واحده؟ قلت لها يا سلام، قلت خطي عجبها بقى. كنت بعت لها كمان واحده، قامت مديها بقى لمين؟ في مدرسه. في المدرسه. اديتها للمدرسه. وعملوا لك استدعاء ولي امر؟ استدعاء ولي امر. والمدرسه قالت لي باباك شغال ايه؟ قلت لها مش فاكر بس هو بيصرف علينا. مش فاكر. هو بيصرف علينا. بس اهلك عملوا لك حاجه ولا عادي؟ اصل انا اهلي كانوا قافشين في الحاجات دي واحنا صغيرين. ليه بقى؟ مش عارف، بس انا يعني اصل انا برضو كان الليفل كان عندي برضو كان رايح غلط قوي من وانا صغير. يعني وكنت افكاري يعني غريبه وبفكر وبعمل بلف وادور يعني، بمناسبه اصغر من ابتدائي شويه. وكان معايا واحده انا في الفصل وحشه قوي، بس اختها اصغر منها بسنه. قمر. فالبنت بتطاردني مش عارف اعمل فيها ايه. وانا معجب بالصغيره مش قادر. مش قادر يعني بحبها وكده. ايوه ايوه. المهم فقمت ايه، بقيت بجيبهم مثلا، كنا احنا متاخر والعربيات اللي بتاخدنا احنا بتيجي متاخر، فكنت بقوم جاي للبنت اللي هي اللي قدي الكبيره الوحش. هنعمل انا وانتي متجوزين وان دي بنتنا. الله. بلطافه. بس استني يا حبيبتي يا بنتي. بقول لها ايه، انزلي بقى هاتي لنا اكل عشان احنا عايزين ناكل وجعانين، ومسربها واخد انا البنت الصغيره دي في كوخ صغير كده في الجنينه. هتحميها بقى بنتك بقى. عادي بقى، ما حدش. فكان يعني الموضوع كان غلط شويه، فتقريبا يعني كانوا ليهم حق بصراحه. اهلك كانوا مركزين معايا شويه عشان الغلطه. انت بدات بدري قوي قوي. انا كنت بحاول. انت خلصت. طب وانت يا جيمي؟ ايه؟ ايه يا ابو عيون دبال انت؟ لا ده انا كنت جميل. كنت جهلك. مش عارف اعمل ايه. معاكس. لا بس كنت شقي جدا، بس انا ما كنتش شقي وفاشل. لا مش بسال على الشقاوه والحب. لا انا كنت يعني كنت برضه ببعت جوابات بس ما كنتش برضو؟ بس بالاحمر؟ لا بالازرق. على ليفل تاني. ده انت جايب. انت جبت الايه؟ لا بس ما كنتش انا بكتب عشان كان خط وحش. كنت بتستلف حد يكتبها لك؟ والله بجد؟ كان صاحبي. وبتحكي له عن كل مشاعرك عادي؟ لا ما احنا اصحاب بقى. عادي. في ضرب في مدارسكم انتوا؟ احنا؟ يوه بجد؟ يوه.
بص يا حبيبي هقول لك على حاجه. احنا كانت البنات لازم تروح لابسه بنطلون. ليه بقى؟ ليه؟ عشان كان في ماده على الرجلين، فلو راحت بالجيبه فكانت شياكتنا ضايعه. او البنت تبقى حابه تبقى شيك فتروح عادي بالجيبه القصيره وتتمد وتروح سالته البنطلون كده لابسه عشان ايه دي فكره بس المد. مد بيمدوا البنات؟ مد على الرجلين، وكنا بنروح رجلين فقد كده، بس انا الحمد لله ما كنتش بتمد. ما تمدتيش ابدا؟ لا ولا مره؟ لا انا كنت بتضرب على حاجه على ظهرها يعني، على ظهرها على ظهري او على ايديك يا ايوه على ايديك على ايديك. طب احكوا لنا بقى عن سندوتشات المدرسه، كنت بتاخد ايه يا شيخ؟ انا عامه بحب الاكل والشوكليتس والحلويات والحاجات، فكان دايما الديسك بتاعي على مدار حياتي ده مكان يعني ممكن تشتري منه من كتر ما انا عندي كميه حاجات وتاجر صغير. الناس بتجيلي اقسم بالله. انت بتاكل سندوتشات ديناميت؟ ايه الديناميت ده؟ لا بجد مش عارف الديناميت ده. لا والله. هو عباره عن سندوتش وتروح عند عمه بتاع الفول بيبتدي يرزع فيه كل حاجه عنده. فول على طعميه على هو ده بياكل ديناميت بيكمل معاك وانت يا فوقش. كنت باكل لانشون وجبنه، كنت ببدلهم مع واحد يعني هو فايق بيصحى الصبح يعمل فراخ بانيه وبتاع، فانا كنت بقنعه. بس ده الليفل ده ده انا كنت بقنعه ان الجبنه واللانشون اللي معايا احسن من حاجته، واللي هو واخد مدلعين اوفر دول. او انا يعني في ايام اذكرها السوسيس بقى والحاجات دي والسجق. العيال اللي كانت بتجيب سجق جي سجق كانت بتزعل وتجيب ناس تزعل. اسمع مني لا السجق ده يعني خلاص هو كده علم على نفسه. احنا عندنا اللي متدلعين بيبقى فراخ بانيه لا اصل يعني ايه اصلا مامته تصحى الصبح تعمل له سجق يعني؟ الناس محترمة. يعني ده معناه ان في دلع. احنا على ايامنا اصلا ما كانش فيه فراخ بانيه عموما. هو كان يا ورك يا سيدي خلصان هنقعد بقى نبطل ده. ايوه بس فلا الموضوع صعب. طب انت كنت بتهرب من المدرسه؟ لا خالص بجد؟ والله العظيم انا اصلا كنت بحب المدرسه قوي طول حياتي، بحب المدرسه لان انا اصلا بروح اتبسط ومسيطر على الناس والمدرسين بيخافوا مني بيخافوا مني ويخسروا الفريق. فكنت لا وبلعب كوره وبنات وكده فلا ومزيكا يعني. انا اوضه المزيكا دي كانت يعني فقره رئيسيه في يومي في المدرسه. انتوا شكلكم كنتوا مدارس حكومه؟ انت حكومه انت خاص انت مش خاص والله انت حكومه. انا عارفك انت واحده الشعر الاسود ده انت طبعا. طب انتوا اخر حفله عملتوها اعلنتوا عن الحفله قبلها بيومين، ما قلقتوش؟ ما حسيتوش انه ايه ده؟ لا احنا لسه قايلين النهارده وبكره، طب ما ممكن ما حدش يجي لنا. طبعا ده مع انه يعني ما شاء الله ما شاء الله شفت بعيني ما حدش قال لي يعني جمهور النادي الاهلي ما يجيش فيهم حاجه، جمهور نادي الزمالك ما يعملش معاهم حاجه، وفي كميه سويت ما شاء الله رهيبه، في باور انا ما شفتوش في حته قبل كده. فيعني ربنا يزيد ويبارك. هي شيماء جت لنا في الحفله يعني كانت مفاجاه حلوه قوي قوي للناس كمان. الناس اتبسطت قوي 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 ان شيماء وهنا جم الحفله. فكل المنظمين وكل كانت معموله في مول كبير، اداره المول قالت لنا اجلوا اسبوع بلاش عشان 48 ساعه ده مده قليله، واكبر مغنيين لما بييجوا يعملوا بيعلنوا قبلها باسبوع او اقل حاجه عشان الناس تعرف ان في حفله ونحط اعلانات في المول انه في حفله وكده. فحتى هم اتخضوا يعني الحمد لله. الحمد انت شفتي الحمد لله ما كانش في اماكن خالص. طب تعالوا نشوف بقى احنا ايه اللي حصل في الحفله عشان تنبسطوا زي ما احنا كمان انبسطنا. يلا. اوه عندنا ضيوف. لا ده انتوا تنورونا بقى. تعالي تعالي عامل له مفاجاه 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 مفاجاه. شوشو ايه شوشو ده؟ ايه ده؟ ده حب بقى، ده كده حب. متهيألي شيماء ليها جمهور جامد قوي ورا. تحبوا تسمعوا حاجة؟ ارسم قلب. احنا غنينا ارسم قلب يا جماعة. دي عندها الطفلة دي تايهة من مين يا جماعة؟ الطفلة دي تايهة من مين؟ ها؟ طب ممكن يا جماعة معلش نغني ارسم قلب تاني عشان شيماء وهنا؟ بس تغنوا معانا عشان كده كده بقى ايه؟ محمد فؤاد ومحمد جمال. صح كده؟ يلا ارسم قلب
القلب وضحك على الشبابيك مفتاح باب الدنيا طالك مني افرح غني اسمع مني جهد قلبك النور مخلوق لعليك ارسم قلب وضحك على الشبابيك مفتاح باب الدنيا صادك منك افرح غني اسمع مني جمد قلبك النور مخلوق لعليك يلا صولو قلب ما بيعرفش يكره حد تاني قلب بيفكر في غيره وتاني قلب بيبان اللي حسه من عينه قلب هادي قلب راضي مهما دنيته وازم قلبه ضحك على الشبابيك مفتاح باب الدنيا وصادة بالكيدك افرح غني اسمع مني جمد قلبك النور مخلوق لعليك برافو لا نسمع لهم سقفة جامدة سقفة جامدة ايه ده برافو برافو ودي كانت من احلى الاوقات اللي انا قضيتها في حياتي احساس المسرح مختلف ولما تبقى مع بجد ناس انت بتحبها فكان الموضوع مختلف جدا والفانز بتوعكم بجد بجد جامدين اخر حاجه وبيحبوا اي حد انتوا بتحبوه فمرسي لكميه الحب اللي هم ادوهالي بجد يعني يا شوشو والله يعني هم شوية الأخرانيين اللي حصل فيهم كالآتي احنا غنينا والفانز حبونا تمام زي الفل ففجأة لقيتهم بيقولوا يلا عشان هنجري طب ليه نجري ما احنا ممكن نمشي فلأ فجأة لقيت ايه البنات بتحدف نفسها زي ما يكون في زلزال وقالوا لهم في حريقة وهتموتوا ففجأة في بنات بترمي نفسها في واحدة لقيتها شلتها من على دماغي فأنا مش فاهمة ليه يعني ويا شاب يا لو ليه يا حبيبتي ليه وفي واحد كان شبه يا عيني الكانجرو كان في زمان كان في نقار الخشب كان في كرتون في واحد بيجري برجله بس فكان في واحد بيجري ماسك لوحه كده اه يا حبيبي انا جايب لك دي انا جايب لك خدها مني فيعني راح هشام وقفنا بالعربيه اللي كانت بتجري وهو بيجري بنفس سرعه العربيه عشان يديله فوقفنا هشام وخد منه اللوحه ففجاه كانوا في هجوم تاني بس طبعا ده كل حب وربنا يزيد ويبارك العربيه دي جولف كار اللي هي المفروض بتشيل ثلاث بني ادمين فاحنا كت علينا واحنا بننزل ابتدت الناس تنط على السور كت على ايه بقى ده على حجر السواق محمد فؤاد خد السواق وانا اقسم بالله قاعد على الارض ماشي خلاص ومحمد جمال متشعلق ورا تباع وهنا وشيماء قاعدين في المكانين اللي ينفع وانا على حجر شيماء ايوه والله طب قولوا لي بقى في بدايه البند دايما اول حاجه في البدايه ما بنبقاش عارفين لسه الحاجه دي ناجحه ولا مش هتنجح ولا الولاد دي لسه صغيرين بيفكروا في ايه اكيد زي ما في ناس شجعتكم في ناس وقفت ضدكم وقعدوا يقولوا لكم ايه اللي انتوا بتفكروا فيه كده قولوا لي مين عمل كده ومين عمل كده مين شجعكم ومين ما كانش مرحب بالفكره والله 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 العظيم مش كلام بس انا بجد مش فاكر حد ما شجعش او يمكن اللي ما بيشجعش ما بيقولناش في وشنا اللي شجعوا الحمد لله ناس كتير وعشان يعني يمكن فرصه حلوه ان الواحد يديهم حقهم كل الناس اللي بتشتغل معانا احنا كل الاغاني اللي بنعملها تقريبا كلها كلمات امير طعيمه الحاني توزيع مادي مهندس صوت خالد سند دول الناس اللي بتعمل الاوديو طول الوقت تحيه كبيره ليهم كلهم يعني بحبهم جدا بالذات امير طعيمه امير عايز اقول لك انه لحد اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي لحد ما ابتدينا لحد النهارده امير عمره ما خد مننا ولا جنيه على كلام اغنيه هو خدها مع ان امير ده اغلى شاعر بيكتب اغاني في مصر صح هو عشان هو مصدق فيا وفي الفكره وفي الباند وعشان هو راجل مش طول الوقت بيفكر في الماده عشان هو بجد فنان وهو بجد حاسس انه هنا في حاجه مختلفه فبالذات امير انا بقول له شكرا لان هو فعلا انا لو مكانه بصراحه ممكن جدا ما كنتش اعمل كده هو مش محتاج ابدا يعمل ده صح فبشكر امير احنا كمان
وطبعا طبعا طبعا حبيبتي بعد امير دنيا سمير غانم، عشان دنيا من اول ما كنت قبل ما انا كنت هغني في الباند كانت بتسمع الاغاني بتيجي تفضل تقول لي الاغنيه دي حلوه قوي، الفكره دي مش عارف ايه. ومره جت قبل ما ابقى هغني في الباند سمعت اغنيه اللي هي اغنيه المصالح، قالت لي الاغنيه دي حلوه قوي انا عايز اغنيها مع الباند. الله. لما تيجوا تعملوها انا عايز اعملها معاهم دوات. فقلت لها طبعا يعني انت هتدي زقه جامده جدا جدا للباند ان هم في الاول خالص كده يعملوا دوات مع اسم كبير زيك، فده هيخلي الناس تعرفهم اسرع. ففعلا اول لما عملنا الباند عملنا معاها اغنيه المصالح، والحمد لله يمكن هي من اكتر الاغاني اللي عملت فيوز عندنا بسبب دنيا. طبعا تحيه كبيره لدودي العسل القمر. طيب بمناسبه دنيا وبمناسبه الاغنيه الحلوه دي ممكن تسمعوها لنا ولا نسمع حاجه من اللي انا عاملهم لدنيا؟ طب يلا يا ريت. بتحبي ايه؟ طب انت في البوم دنيا بحب كل اغاني دنيا. إيه بحب ايه؟ الصحاب. قصه الشتاء. ها قصه الشتاء. نقول قصه الشتاء. يلا قصه الشتاء. نزلت من البيت في المطر وما همهاش برد الشتاء، تيرارارارا تارارا، بقاله كم يوم مختفي مش فاهمه ليه بيعمل كده، تيرارارارا تارارا. نزلت وراحت على مكان كانوا في تملي بيسهروا، اول ما شافها في كلامه بان إن مشاعره تغيروا، قال كلام ما كانتش عارفة تجمعه، متفاجأة بيه مذهولة قاعدة بتسمعه، أصل الكلام ده بيبقى دايما آخره بعد، فعلا أوام ظنونها جت في محلاه، ورفع عيني وبأسوى وبرود قال لها معلش آسف احنا لازم ننسى بعض. الله. طيب بمناسبة الإشاعات عايزين نتكلم عن الإشاعات. ماشي. طلعت عليكم إشاعات كتير قوي وخصوصا انت يا استاذ هشام. ده حقيقي. قالوا انك ابن مدام اسعاد يونس. قالوا انك وانك انت قول بقى. اوكي. لا بصي هقول لك على حاجه بالراحه واحده واحده. يلا. طيب انا بسمع طول الوقت عليكم كفنانين اللي هو ايه بيتقال عليا اشاعه ان انا مش عارف ايه، وكنت تمام وبقول اكيد في حاجه بتسبب انه فبعدين فجاه بعد ارسم قلب طبعا بالذات لقيت متقسمين اجزاء. طبعا انا ابن مين ده فاهمه؟ ده كان خد فتره من الحاجات، مفيش اي علاقه ليا تربطني بحد في الوسط ولا حد معروف بره حتى الوسط الفني. انا مفيش اي حد في اهلي معروف ولا كان عمري ليا. مدام اسعاد يونس من الناس اللي يعتبر زي ما بيقولوا تبنتني من ساعتها لما ابتديت، لما ما كنتش حتى لسه بنتج، كنت انا طفل بقى ايه، انا يعني الكلام ده وانا عندي 16 17 سنه، فابتدت تجيبني في العروض اللي بيعملوها في الشركه جوه داخل جوه الشركه العربيه للمديرين الاقسام والمش عارف ايه قبل ما الفيلم، عشان لو في حد عنده تعديل على مونتاج على مش عارف ايه. فابتدت الاقيها بتكلمني بتقول لي انت فين؟ عندك جامعه؟ لا طب عايزاك تيجي لي يوم كذا الساعه كذا تحضر عرض فيلم كذا جوه الشركه. فاكيد ببقى مبسوط طبعا. فبروح بدخل بلاقي ناس كلها كبيره، وهو عدد الناس اللي موجود 20 واحد يعني كلهم اللي هم رؤساء اقسام الشركه العربيه. فبقيت بقعد وبتفرج ومبسوط جدا واني بحب السينما قوي، بس مش عارف انا هنا ليه. فابتدت تخلص الميتنج وكل الناس تقول لا انا حاسس كذا، انا حاسس مش عارف ايه، عايز يقصر بتاع. فتقول لي سكت كل الناس تقول لي هشام انت رايك ايه؟ اقول لها والله انا شايف انه كذا 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 كذا، واحنا مثلا انا بالنسبه لي كجيلي او انا واصحابي والسن بتاعنا ما اعتقدش انه مش عارف ايه وانه اللي ينفع كذا فالاقيها بتسمع وان الحاجات اللي بقولها بتتنفذ كمان. فاداك ده ثقه في نفسك. وخلاني انا وهي بقت الناس حتى هم في ناس كانت بتبقى متضايقه انه ايه الطفل اللي انت بتجيبيه تقعديه في وسطنا وقاعد يفتي ده وبتاخدي بكلامه. فابتدت تحصل علاقه ما بيني وما بينها انه بقيت بحب قوي قوي الست دي، وهي بقت شايفه ان انا واحد شاطر وممكن يبقى لي مستقبل او حاجه ما اعرفهاش
يمكن لحد دلوقتي. يعني انا لما بسالها ايه تقول لي انت دخلت عليا كده قلت الواد ده عينه بتنط ذكاء ما شاء الله. انما ما فيش حاجه كانت حصلت. فما عملت شركه المزيكا اون ذا اذر سايد خالص بعيد عنها وابتديت اشتغل. هي عرفت مره بقى من واحنا بنتكلم فقالت لي انه يحصل شراكه ما بيني وما بينها في شركه انتاج المزيكا. وطبعا دي كانت حاجه عظيمه بالنسبه لي. فدخلت على مدرسه اسمها سعاد يونس والشركه العربيه اتعلمت حاجات كتير قوي 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 منهم. وحصلت كمان علاقه قويه جدا جدا ما بيني وما بين عمر الخواجه اللي هو ابنها وشريكي واخويا. فابتدى الموضوع من هنا ان يبقى فيه العلاقه دي. فالناس بقت في يمكن في الوسط شويه رابطين ان هشام باسعاد يونس عشان هي طول الوقت بتحاميلي وطول الوقت بتقول واد ده جامد وطول الوقت مش عارف ايه. فيمكن ده اللي عمل علاقه. الانتشار بتاع انها امي دي حاجه يعني ما تزعلنيش خالص. دي حاجه تشرف اي حد. تحيه كبيره للفنانه الكبيره اسعاد يونس. طبعا حبيبتي. وده ما ضايقنيش. يعني انا كلمتها حتى ايام الاشاعات دي ايام في رمضان لما انتشرت قوي قلت لها بقول لك ايه اطلعي اكتبي على فيسبوك ولا على تويتر ان انا مش ابنك. قالت لي يعني ايه يعني هتبرى منك؟ لا مش هكتب كده. قلت لها ايوه بس انا عايز الناس تفهم انه انا مش ابنك بس عايز الناس تفهم انه ايوه انا زي ابنك بس انا مش ابنك فعلا. لان هم خدوا ده في اتجاه تاني وحش اللي هو ايه بقى. انا الحاجه اللي بشوف ان هي ممكن تكون والله العظيم مش كلام وانا بقوله بجد لكل الناس انه انا راجل ابتديت فعلا لا في ده الجزء الثاني من الاشاعه بقى بتاع الفلوس. اصل امه ادته الفلوس اصل ابوه هي اللي بتصرف عليه وهي بتدخله اصل ابوه اداله 200 مليون جنيه ينتج بيهم فاهمه حاجات غريبه كده. كان نفسي الحقيقه بس هو ده ما حصلش يعني مش الواقع. بس الحقيقه ان انا ويشهد على الكلام ده الناس اللي بدات خالص في البدايه اشتغل معاهم دنيا سمير غانم واحمد مكي. انا دنيا ومكي دول لما جولي انا الاوضه اللي كنت بقابلهم فيها كان استوديو معزول ب 6000 جنيه فعليا. كنت انا اللي جايب السفنج وانا اللي جايب القماش من الوكاله وكهربائي اللي عزل الاوضه اساسا. يعني ما فيش اي حاجه زياده ولا اي وطول الوقت كنت بشوفه. حتى الناس اللي حواليا كانت بتقول لي وحتى يوتيوب لما ابتدينا نتكلم انه ازاي نوري الناس انه في ولد بدا لوحده وعارف يوصل لناس مشهوره ويشتغل وينجح انه كنت بحس انه دي حاجه هتبقى حلوه. اللي بوظوه في ده انه قالوا ان في فلوس اصلا. ده هو مش هو اللي ده هو امه اللي مدياله ده ابوه اللي مديله ده كذا ده كذا. الموضوع كان بكل بساطه شركه ابتدت صغيره ولد لوحدي بحب الحاجه اللي بعملها. ابتديت صغير جدا وابتدت الحاجات تتبني فوق بعض. ابتديت الاقي زي ما انت بتقولي ناس بتساعد وبشكرهم لاني ما اعرفش ليه. كان منهم امير طعيمه من اول يوم وكانت منهم اسعاد يونس من اول يوم وناس ثانيه كتير قوي قوي عشان مش عايز انسى حد. الناس شافت انه والله واحد مجتهد وصغير وبيحاول يشتغل ليه ما نساعدوش. صح صح. فالحاجه الوحيده اللي انا بس كنت نفسي ان هي تبقى واصله انه لا لو في حد عنده حاجه بيحبها بجد ومصدق بجد وقدر حد حلمه انه يمثل او حلمه انه يغني او حلمه انه يبقى مذيع او حاجه بره المجال بتاعنا ده خالص. لو واحد مصدق في اللي هو بيعمله واحد بيحب اللي هو بيعمله بجد انا بشوف ان احنا محظوظين ان احنا بنشتغل في الحاجه اللي صح احنا بنحبها. الحمد لله. وهي الحياه خطوات. صح صح. فهي دي بس انه الواحد عارف جدا كويس جدا ان الظروف في مصر صعبه وان الموضوع مش سهل ابدا وكل حاجه. بس انا بقول لكم عن تجربتي الشخصيه واقسم بالله مش بكذب في اي حاجه. انا راجل ابتديت لوحدي تماما والحمد لله بشوف ان انا في مكان الحمد لله كويس النهارده. لو حد عنده حاجه يجرب مش هيخسر حاجه ان هو يجرب ويشتغل ويشوف ايه اللي هيحصل. يعني بجد كلام حلو ويا ريت كل الشباب حقيقي حقيقي ياخدوا من كلامك. ومش بنقول بقى كلام بقى اللي هو بتاع البرامج ومش عارفه ايه، لا يعني حقيقي بجد هشام وعن معرفه شخصيه انه والله العظيم فعلا كل كلمه قالها حقيقي وهو فعلا بيعمل كده وبيجرب في كل حاجه. ويعني اقول بقى في البرنامج يعني ربنا يكرم. طيب ودلوقتي هنروح لفاصل ونرجع لكم ولسه مكملين معايا باي بان. رجعنا لكم ولسه منورنا الحلوين الجامدين العسولين بوي بان.
مدلعانه والله. انتوا تستحقوا الدلع، لو انتوا مش هتدلعوا مين اللي هيتدلع؟ ميرسي يا جوجو، انت اللي هتدلعي. يا اختي. طب دلوقتي طب يلا هنبتدي نسال. قولوا لي ايه اكتر حاجه كل واحد فيكم بيحبها في شكله؟ هشام. طب ما تلفي وتجيلي، اصل انا هديكي اجابه والله العظيم طويله. طب ماشي. لا مش طويله، انا ما بحبش شكلي خالص. كنت عارف اقصد ليه ما بحبش، ما اعرفش. طب والعينين الحلوه دي فين؟ الحلوه دي العينين العسلي دي، والله والله العينين القطط دي. والله والله والله. طيب فؤاد. يعني ساعات شعري جميل. بحب مناخيري جدا. بحب مناخيرك. ده انت عارف. طب ماشي، حاجه كل واحد نفسه يعمل عمليه تجميل فيها. جمال لازم اعملها. لازم مين ليه؟ لا اكيد هتبقى مناخيري طبعا. مناخيري اللي كانت عاجباه بيحبها هيغيرها. طب وانت يا فؤاد؟ مناخيري بصي حته شبه جميله. ايه ده؟ طيب ما كنتش واخده بالك؟ بس البروفيل عنده بس بحبها يعني. بس هي حلوه. هي حلوه منك. حلو يا حلو. وانت يا هشام؟ ما انا كاره يعني الباكج هيعمل في كله. حاجه او صفه نفسكم تشيلوها من شخصيتكم. جميل. انا اكيد في حاجات كتير بس مش يعني مفيش حاجه حاضره دلوقتي. انا بفرق كتير قوي. فراق. فرهود قوي. فراق محمد فراق سرحان. السرحان. انا بقعد مع هشام مثلا وناس يليني عامل كده ده طول الوقت. مش هتجيب عصافير. انت شايف حاجه مش شايفينها؟ مش معانا هو طول الوقت. يقول لي انت شايف حاجه مش شايفينها؟ طيب في حاجه العصبيه شويه زياده. شويه باخد الحاجات على قلبي قوي يعني. محتاج بس ابقى اهدى بس مع السن ان شاء الله يعني. بتحسن والله بتحسن. طب الحمد لله. بس ده حماس الشباب يعني. وانا في مرحله المراهقه 16 دول الموضوع كان صعب قوي. طيب سؤال بس ليك انت بس يا هشام. ايه بقى؟ لو خيرناك ما بين الانتاج والغنى والتلحين والاخراج والمساعده والهلب والحاجات العادية، تختار ايه؟ والايربيس. وهنداوي. تشتغل ايه غير هنداوي؟ تشتغل ايه؟ الغنى والتلحين والتمثيل والاخراج. ما انا بحب اعمل كل الحاجات، احنا متفقين زي ما قلت لك. بس اكيد 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 اكتر حاجه بحبها الغنى طبعا. الغنى. بحب الغنى، بتبسط قوي في الغنى وبالذات على الستيج. طب وانا ببسط قوي بالغنى بس هنا في برنامجي، ممكن تغني لي حاجه؟ يا سلام. نغني ايه بقى؟ انت عارف الاغنيه اللي انا بحبها؟ انهي واحده؟ فضل. مش عارف فضل. ايوه. انهي واحده؟ لو على قلبي. كان حبك اكتر ما بيحبك اكتر واكتر واكتر. لو على قلبي دب في هواك وكفايه ليل وسهر وعناد ويايا جوا عيوني حنين وغرام مشتاق لعينيك قلبي نادالك حن في يوم وتعالى وديك روحي بس تعالى ياللي بحبك قرب طمن قلبي عليك بتغيب ايام وليالي وانت ما بتغيب عن بالي وتروح وتسيبني عليك مشغول بحلم وانا ليلة يا ليا علي الطول على قلبي. الله. هنروح لفاصل ونرجع لكم بسرعة مع أجمد فريق، فريق بوي باند. استنونا.
ورجعنا لكم تاني بسرعه عشان عارفين ان احنا اكيد اكيد وحشناكم زي ما انتم بتوحشونا في الشويه الصغنطتين دي، ويا ريتكم تبقوا قاعدين معانا في الكواليس وفي الفواصل وتشوفوا ايه اللي بيحصل. بجد انا مش عارفه اقول لكم ايه، والنهارده من اسعد الايام واحلى الحلقات اللي انا مبسوطه فيها جدا عشان منورني فيها بوي بان. ميرسي يا سيس، ميرسي ميرسي يا حبايبي. ودلوقتي هنلعب معاهم ماذا لو. طبعا انتوا عارفين اللعبه بتتلعب ازاي، بس بما ان هم ثلاثه في واحد فهنحاول نقول لهم السؤال وهم يتناقشوا. لو هتقدموا اغنيه فيلم وحد من الابطال دول هيكون هو بطل الفيلم ده، تختاروا انهي فيلم اللي تعملوا له الاغنيه بتاعته؟ فيلم ليه احمد مكي ولا احمد حلمي ولا احمد السقا؟ انا عارف. انا عارف. ايه ده والله؟ اتناقشوا بقى ونشوف بقى، يمكن اغلبيه. انت طب ايه بالنسبه لي انا؟ يعني مش عارف. قول قول. بس بيقول لك انا عارف بالنسبه لي انا مش عارف. ايه بقى؟ هو احساس ايه؟ احمد حلمي؟ مع اني بحب التلاته. هو انا حاسس ان علينا احنا هيبقى احمد مكي مش احمد حلمي. مكي؟ انا احمد حلمي. وانا احمد حلمي. يبقى صوتين لاحمد حلمي. يبقى معانا صوتين لحلمي وصوت لمكي للاسف، يبقى البتاعة هتروح لحلمي. حلو، يبقى احنا نعملها فوت. لو هتقدموا دويتو واحد، دويتو، تختاروا مين اللي يقدموا معاكم؟ هيفا وهبي، وانا عرفت الاجابه تقريبا. هيفا وهبي مش محتاجه اكمل، يبقى راحت لهيفا وهبي عشان هشام مش هيختار غير هيفا وهبي. ده حتى لو هم عايزين حد تاني. يعني حتى لو الاغلبيه راحت يعني لحد دي تاني. ما فيهاش فوتس، دي فيها خلاص حق الفيتو. اوردر. اللي هو بالظبط. يعني انا ما شفتش مين. لا بس احنا هنتفق. احنا ما لحقناش. انا شفتش مين بس مش مشكله. مش مختلفين بس خلاص. يعني هيفا. هيفا طبعا. هيفا طبعا. مش محتاجه. السؤال اللي بعده. اوكي. لو هتمثلوا فيلم من افلام فهمي وشيكو وهشام، بما ان هم تري وانتوا كمان تري، حلو، فهتختاروا انهي فيلم من الافلام دي تمثلوا؟ حلوه دي. فيلم سمير وشهير وبهير ولا بنات العم ولا الحرب العالميه الثالثه؟ ايه انت؟ سمير وشهير وبهير. وانت؟ صوت لسمير وشهير وبهير. انا برضه سمير وشهير وبهير. صوتين لسمير وشهير وبهير. وانا سمير وشهير وبهير. ويبقى معانا ثلاثة فوت لسمير وشهير وبهير، ومبروك عليكم فيلم سمير وشهير وبهير. انا كمان بحب الحرب العالمية. وانا بحب الحرب العالمية. بحب الحرب العالمية الثالثة قوي، بس سمير وشهير وبهير بالنسبة لي كان يعني حدث خطير. حاجة كان مختلف قوي عن. طب تفتكروا كل واحد فيكم هيعمل دور مين؟ في سمير اكيد ده هيعمل بهير بقى. ده مهبور يقول لي مهبور. مين شيكو بقى؟ هو كان شيكو فهمي كانوا بيعملوا ايه؟ شيكو كانوا بيعملوا ايه في الفيلم؟ نسيت والله. هقول لك انا. واحد كان واخد شخصية السقا. انت 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 اللي بيحب يمثل. ايوه شيكو. والتاني بنات وجيتار. التاني بقى بنات. انا هعمل شيكو. ايوه. انا انت فهمي وانت شيكو. ايوه هو يعمل كلب السقا. طيب لو رجعتوا بآلة الزمن لورا وهتعملوا فيلم بطولة مع إحدى الفنانات دول، تختاروا مين من الفنانات دول؟ شادية، سعاد حسني، صباح. سعاد حسني. سعاد حسني. اصبر اصبر اصبر. طب نتريث. صوتين لسعاد حسني. الزول. ايه بيعمل غلبان دلوقتي عشان نتجه لرأيه. أنت عارف الحاجات بتاعت شادية؟ لا. ما أنت شفت؟ على ضمانتي. شادية. شادية. بقى صوتين لشادية واقنعه. بسهولة. لا بسهولة اصلا، ما خدش مجهود خالص. بمنتهى السهولة كانت في ايدك يا سعاد وراحت لشادية. وصوت طبعا هنعمل ايه؟ حبيبي مبروك عليكم شادية. شادية انا بحب التلاتة وكل حاجة، بس شادية في شيء، وبعدين شادية اصلا مطربة. مش ممثلة. بس سعاد برضه في الغنى فظيعة. طبعا جميلة جدا، بس قصدي شادية اصلا مطربة. ومثلت وكانت رهيبه في التمثيل ودمها خفيف قوي قوي، وفي الغنى صوتها مش طبيعي في الجمال. فانا لو انا بعشق سعاد حسني، بس لو ما بين سعاد حسني وشادية اكيد بالنسبه لي شادية. السؤال الاخير. لو انتوا هتختاروا واحده من الفنانات دول على اعتبار مثلا ان هم في العالم الاخر مش متجوزين، فهتختاروا واحده منهم تتجوزوا،
فتقولوا لي هتختاروا مين. هنتجوز احنا الثلاثه. بس يعني احنا الثلاثه واحده كده. كل واحد يختار مره. كذا واحده بتطير واحده. كذا واحده بتطير واحده. ماشي. فهنعملكم على ثلاث مرات. اوكي؟ على كل واحد يختار مره. طب استنى طيب ماشي. ماشي اوكي يلا نبتدي بهشام. ماشي. يلا. ما بين هيفاء وهبي. مش موجودة؟ ما بين منى شلبي وياسمين صبري. طب ابدأي بمحمد. لا لا انا عم استني انا مستني حاجة معينة. هيفاء وهبي هتطلع؟ هتيجي ان شاء الله. يبقى انا قاعد لحد ما هيفاء وهبي تطلع. ابدأي ياسمين صبري حلو. ابدأي بس. طب ابدأي. طب وانت ايش؟ لا منى شلبي. ومنى شلبي تطير ياسمين صبري. طيب وما بين منى شلبي ومايا دياب تختاروا مين؟ اختار يا محمد. محتار ها؟ ما ينفعش اخد الاثنين. واحدة لازم. منى شلبي. منى شلبي لتاني مرة. ده الفريق هيتخانق على منى شلبي يا جماعة. قطع. طيب ما بين منى شلبي خلاص وصوفي نار. ده بيحب صوفي نار. خلينا بقى خلي محمد يختار صوفي نار. لا ثانية ايه ايه مش ده دوري؟ طيب انا اسف جدا يا محمد. منى شلبي. منى شلبي. ايوه ايوه ومنى شلبي وطيروا صوفي نار لمحمد فؤاد للأسف. وتحية لمنى شلبي. طيب ما بين منى شلبي ومريم فارس نختار مين؟ دور عليا صح؟ محمد جمال. محمد جمال. لا مريم فارس. مريم فارس طيارك منى شلبي. بحزن كده كانت صادق. ما بين مريم فارس ويسرى اللوزي. يعني يسرى اللوزي. الحلو الاحمر اللي هو ايه مش قرد ده. انا عارفه يسرى اللوزي طيارت منى شلبي. مريم فارس. مريم فارس. انا معلش حد بقى معلش. وما بين يسرى اللوزي وهيفاء وهبي. هيفاء وهبي. وخلاص يا اللعبه تعتبر برضه. ولو حد فكر يطير هيفاء وهبي البند ده هيتفك بقى. بس نبقى متفقين. طيب وما بين هيفاء وهبي و انا صاحبك برضه نور. هيفاء وهبي. لا هيفاء وهبي. هيفاء وهبي مكمله معانا. ايوه مكمله معانا. مع اني بحب نور والله. وانا والله. طيب ما بين هيفاء وهبي ونانسي عجرم. ومكمله معانا هيفاء وهبي. ايوه بقى. ايوه ايوه. وما بين هيفاء وهبي وهنا الزاهر. وطارت هيفاء وهبي. ثانية واحد. دور محمد اصلا. ايوه دور محمد. ده دورك والله. دور محمد. لا ده برنامجي بقى وانا ماشيه زي ما انا عايزه. دورك. طب ما هو دور محمد والله. دورك انا عايزه عندك. ظلم. هيفاء وهبي وهنا الزاهد. خد الاثنين. اصل هيفاء مش البند كان هيتفك خلاص. بس هنا حلوه برضو ما شاء الله. يعني نقول ان اجابتك هنا ازاي بصراحه. ومبروك عليك يا هشام هنا ازاي. واحنا اللي هنرسم قلب كبير لاجمد بوي باند. وهنطلع فاصل ونرجع لكم. استنونا. طيب ماشي. دلوقتي هنلعب مع بعض بقى لعبه جميله قوي. ابجد هوس. اوكي اوكي. اللعبه دي عباره عن الحروف الابجديه اللي هي الالف ب ت س. ماشي بالظبط. هنعمل ايه؟ هنعمل من الحروف دي قصه. حلو. في سياق الموضوع يعني انا هقول جمله بحرف الالف انت تقول بالب انت تقول بالت تقول بس. اوكي اوكي. الموضوع اللي هنتكلم فيه ده دايما انا بسيبه لاختيار الضيوف. ولكن انا اللي هختار الموضوع دلوقتي. حلو. أنا مزة جميلة. ما يعني مرة من نفسي مش هيبقى لا خيال ولا واقع. حلوة الفكرة. أنا مزة جميلة والتلاتة بيتخانقوا عليا. ماشي. أوكي؟ ماشي. أنا ما بفكرش في ولا واحد فيكم. أنتوا مش تيبي. مين؟ أنت بالب. برضه هجيبك. حلوة. ده جايب من الآخر. تعال على جنب أنت كده حبيبي عشان القطة دي بتاعتي أنا. يا أختي.
بصراحة أنا بموت فيك. إيه ده بقى؟ أنا مش اللي حد حضرتك تريح شوية تريح وخلينا أنا مع الموزز دول. خلاص وكل اللي خلاص. فيه ده مكمل ده بيكمل. استنى أنا بنت بيه؟ لا ثانية واحدة بقى. يا حبيبي ألف. جملة بالألف هو قال جملة بالألف. بيه تيه سيه. أه بس تيه. ثانية واحدة. بعد التيه بيه؟ يعني قالها. هو التعليم في لا وقال الحل بس بيقوله في البره برضه. استنى بس استنى ثمني غالي عندي. يا ولد لا لا دي جامده قوي دي. لا وشفت لساني ثمنك بعد الس عشان الابجديه الجيم. جايز اكون بحب واحد فيكم بس انا مش قادره احدد مين فيكم اللي انسب لي. هتختاريني يا ولد. جواب محمد حلو قوي. خلاص يبقى انت تشوفي مين فينا الانسب بالنسبه لك وتختاريه. ده الشرس ده الشرس اللي فيه وواثق في نفسك. ايوه انا واخده بالي. دايما وسط ظلموني وسطهم. ايه ده انا الحزين دلوقتي. زي بعض قوي مش عارفه احدد انا محتاجه مين فيكم بجد. رميك هو وانا شريك. رميك هو وانا شريك دي اغنيه حضرتك. ومش بفكر غير فيكي. والله العظيم حلوه. طيب ده انا هقعد افليك زيهم زي بعض انما انا حاجه ثانيه. والله انا شكلي هختار التعم ده. انا اخترته. احب انا الراس اللي جاي من ورا الكراسي. خدني ورا الكراسي برضه. احنا وصلنا لحرف ايه ده؟ شين؟ سين. سين. خمسه اربعه تلاتة. استنى انا هقول اهو. اتنين. ما انا هقول ازاي وانت بتقول؟ السما والارض ما يجوش في جماعة. ده قال سما وارض. ما في اصلا مفيش حاجه اسمها السما والارض. محمد بره. سما وارض. محمد بره. لا احنا ادينا كورس قبل كده قلنا مش سامع. بقول لك ايه الواد ده نصاب وكل ما بنلعب حاجه. استنى استنى ريح كده شويه. اديني في اليمين. خليكي ناحيتنا بقى. شعوري بينكم انتوا الاثنين بقى مش قادره احدده. ايه الحرف؟ اختار الاشقر ولا الامور؟ ايه الحرف اللي بعد الشين؟ شين. صاد. صاد. صلاحك زي الفل. فجأة؟ يعني في حاجة جوه سياق الموضوع. لازم؟ وقدامك خمسة. خمسة. اصبري بس. أربعة. تلاتة. هوترك. اتنين. وخلاص. صوابع العشرة شمع ريكي. ده بيجاوبك على الكياسة. صوابع العشرة شمع. خش علينا بضميرك وتحكميها شوشو. أنا ولا ده؟ طب بصراحة أنت. طب ما أنا ما أكملش لعبة بقى. لا لسه لسه ما أنت حاول بقى. زه وبسرعة. زه؟ ظروفي أحسن من ظروفه. كلام مقنع. إيه اللي بعده؟ أنا اقتنعت جدا. عين. عيب عليك تكذب والست عارفة ظروفي وظروفك. ده بيغني يعني. غيرت رأيي واخترت ده. إيه الحرف اللي بعديه؟ ايه الحرف اللي بعديه؟ في فؤاد في وشك 24 ساعة. لا والله ده أي كلام. لا والله أنا اللي قلت. أنا اللي قلت. بس اسكت أنت. ماشي. في وشك 24 ساعة. قولك إيه في إني هسيب كل شغلي وحالي ومحتالي وهاجي أقعد لك أنتِ. كلمني بقى عن الكلام الحلو ده مفيش كلام يتقال بعدي. ليه؟ خمسة. لا كلام ولا اي كلام هو بالافعال. لا كلام ولا اي كلام. انا الحق اقول الحق. وبقيت الجمله مش مهم تيجي زي ما تيجي. والله خليكي فير يا شوشو بصراحه. يا ربنا حق حق الله. لا بس انا موهوب في اللعبه دي. انت تركن على جنب. طيب وبما اننا كسبنا بقى انا وانت يا هشام وانت اللي انا اخترته فاحنا دلوقتي هنتنقل للليفل الاصعب. فاينل راوند. انا وانت بقى. ماشي. اوكي؟ ماشي. يلا. ده النهائي ده. يلا. واختار انت الموضوع عشان ما تفتكرش ان انا ايه مرتبه حاجه. تيجي نعمل ان هي واحد متجوز واحده وهي قفشته او شاكه فيه او كده. قفشته. ماشي. عملتيها قبل كده دي؟ لا. يلا. ماشي. انت راجل خاين. بقول لك ايه؟ اهدي شويه وافهمي واسمعي انا عايز اقول لك ايه. تقول لي ايه بس وتعد لي ايه؟ انا شايفاك معاها بنفسي. ثانية واحدة بس، أنت شفتيني فين؟ كان فين الكلام ده؟ جنب المحل اللي تحت بيتنا. حبيبتي الموضوع ده ما حصلش، أنت بيتهيألك. خسارة فيك عمر اللي ضيعته عليك. دلوقتي أنت ليه مش عايزة تقولي لي أنت شفتيني وأنا بعمل إيه بالظبط؟ زيك زي كل الرجالة، لا هقول لك ولا أعد لك، هتطلعني في الآخر أنا اللي بفهم غلط. ربنا العالم وهو اللي عارف إن أنا ما عملتش حاجة غلط ولا خنتك يا شوشو.
ذمتك دي قاستك اللي انت عمال تحلف بيها. سلام يا شوشو، وشوفي انت عايزه تعملي ايه وبيكلميني لما تبقي تهدي. شوشو ولازمتها ايه شوشو؟ ها؟ صباح الفل يا شوشو، وتمسي ولما تهدي نبقى نتكلم. ضيعت منك جوهره مش هتحسي بقيمتها دلوقتي. طيب يا اختي، انا مش فارق معاك جوهره. ظبط نفسك يا اخويا ظبط، اما انت عايز تجري عشان تروح لها. عيب. عيون قلبي قلت لك سيبيني انزل عشان ما تغباش عليك. غراب وهينحر لحد الصبح لو نزلت وسبتني. فاض انا لاهلك بقى عشان اقعد ساعه مستنيكي تقعدي تقولي لي غراب وبتاع. قمر وبحبك، هعمل ايه؟ كيف؟ كمل قوي. لازم تعصبيني عليكي؟ لا بس يعني كان نفسي يعني انت اللي من الاول كده تتراجع وتصالحني، بس هعمل انت دايما تعمل فيها كده. ما انا بقول لك دايما يا جوش بلاش تروحي وتمشي مع دماغك اللي مودياكي غلط دي، كل يوم تشكي فيا. نص ساعة وهلبس ننزل سوا بقى نتغدى بره، ماشي؟ ايه؟ هروح اخلص حاجة في السريع طب وارجع لك. وحياة امك تسيب مني يا اخويا رجلي على رجلك. يا شوشو هروح فيكي في داهية، احترمي نفسك بقول لك. حاضر. ده طايدة. هما اتخانقوا واتصالحوا 40 مره في نفس اللحظه. مفيش اي امل. طيب انتوا بجد 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 كنتوا منورينا، وبجد من احلى الحلقات اللي انا النهارده اتبسطت فيها، ومش عارفه اقول لكم ميرسي قد ايه ان انتوا نورتوني وشرفتوني، ويا رب دايما كده تفضلوا تعملوا اغاني اجمد واجمد وتعملوا لنا فيديوهات وما تاخروش عنا في الحفلات وتردوا على المعجبات عشان كل الفانزات بيزعلوا منكم زعلات زعلات. اوكي هات. حاضر حاضر. اللي انت عايزينه. كان معانا ومنورنا اجمد فريق، فريق بوي باند، واستنونا في حلقه جديده من برنامجكم 3 في 1.